عندنا إشكالية كبيرة نعانوا فيها هي قصة الماء. أنا والله أنا التجأت للباج ويب نتاع إذاعة قفصة حتى نبلغ الميساج هذه السيد الوالي كسلطة عليا في البلاد، لأن ما لا الشركة الوطنية استغلال المياه سمعتنا ولا حتى مسؤول آخر سمعنا. قصان الماء هذا نعانوا منه راهو هو لسنوات، وكل صيف كل من تسخن الدنيا ويدخل الصيف وحنا نقطع في الماء، راهو في الأعياد في رمضان في الماء ديما مقصوص. الفترات الأخرى هذه باش نوصل 48 ساعة بدون ماء. أنت معناها تخيل ربات البيوت وشنو والشؤون والحياة اليومية كيفاش من غير ماء، كيفاش تصير هذه؟ بالله أنا رسالة للسيد الوالي شخصيا أنه ينظرنا في الموضوع هذا ويحطه أنه الملف اللي من أولويات الأولويات نتاعه. فهمت، ولد خويا الصغير كلمتني مرت خويا قالت لي جيبي لي دبوزة ما باش نغسل لها ببراء. فهمت، مرأة أمس ماتت غسلها بالمصافية. فهمت، هذه بصراحة مش حل هذا بصراحة. العبد يجي باش يسافر يعوم ما يلقاش باش حتى باش يصطل ما باش يعوم. بصراحة أعملوا لنا حل في الماء، بصراحة ما عرفناش كاش نعملوا. احنا حرنا في الماء. تعرف أنا واحدة من الناس حست في بدني شايح توكي، قلت قداش ليا توكي 3 أيام، قلت أنا ما على بدني ما تحطتش، قلت راه ما على بدني ما تحطتش. ولد خويا صغير، ولد خويا صغير تمسح له مسحين 3:30 تاع الصباح قادر قمت تاع حليت نلقيه غسلت، جيت 5:30 ما لقيتش حتى شيء. لا راجي توها وكنترول عند طبيب مارك بان قال لي ما لقيتش حتى باش نغسل يديا باش ندوش بس يا رسول الله مش طالبين رانا الحياه راهي ماء حياه. 3 أيام ذريها ماتوا بالعطش، الماء عيانه مش شريان، ما لقينا حتى حل. نلتجئ للصلات للسيد الوالي سيد المعتمد يعملونا حل، ما طالبين حتى حاجه اخرى. اذا تقصى مرايه تتكلم مرايه تتكلم.